ما بين استقبالهم في مطار اسطنبول بأعلام اليمن وبين توديعهم على مسرح إحدى الجامعات التركية بالعلم أيضاً، رحلة استمرت 5 سنوات كانت كفيلة بتحقيق الهدف الذي جاءوا من أجله، أن يكونوا رواداً لليمن. حفل تخرج الدفعة الأولى من الطلاب اليمنيين من الجامعات التركية نظمه وقف أويس القرني احتفاءً بتحقيق الحلم الأول لبرنامج رواد اليمن الذي يهدف لتعليم وتأهيل الطلاب اليمنيين الموهوبين والمتميزين وإعدادهم كقادة عبر برامج قيادية ومهارية تستثمر إمكانياتهم ليكونوا قادة المستقبل. اليوم وإحنا واصلين لهذه المرحلة الحمد لله، هذه بداية وليست نهاية الطريق، بداية لمرحلة أخرى من الماجستير والدكتورة وإكمال دراستنا، بداية لمشاريع أخرى وبرامج أخرى تحقق نهضة اليمن ضمن برنامج اللي إحنا كنا نتلقاه في وقف أويس القرني، البرنامج التدريبي والقيادي. اليوم أتخرج هنا وأشعر كأني بين أهلي وناسي. أتخرج من تركيا وعيني على اليمن وعيني وانتظر اللحظة اللي برجع فيها اليمن وأكون بين أهلي. لم تخب ثقة الدفعة الأولى بوقف أويس القرني، فرغم حداثة نشأته وموقعه في بلد آخر إلا أنه أوفى بوعده تجاه الطلاب، واليوم هو ثمرة هذه الثقة المتبادلة بين الوقف وهذه الكوكبة من الرواد. سمعنا على وقف أويس القرني قلنا يلا نسجل فيهم، كلنا حماس لكن كمان في تخوف، نحن ما عندنا دفع كانت قبلنا، شفنا برامجهم شفنا إنتاجهم، لكن قلنا بسم الله وبالله وعطينا أنفسنا فرصة وعطينا الوقف أويس القرني فرصة كمان، والحمد لله أتينا هنا قبل 5 سنوات كانوا على العهد واحتضنونا في غربتنا وجزاهم الله خير ودربونا والحمد لله. جاء القطاف تكريماً للجهود المضاعفة التي بذلت، بداية باختيار هؤلاء الطلاب من مختلف المناطق اليمنية ثم برعايتهم في بلدة بعيدة غريبة عنهم، انتهاء بهذه اللحظة التي تعد فاصلة بالنسبة لهم، فهي بداية مرحلة جديدة. اليوم في البرنامج نحن من عديد من المحافظات، أنا من المهرة، الأخوة الرواد تبعي من مختلف محافظات الجمهورية، حقيقة رغم أننا في بلد آخر لكن يجمعنا حب الوطن، يجمعنا اليمن، يجمعنا هذا الهم الذي نسعى إليه كلنا بمختلف الأطياف بمختلف الثقافات، ولكن هناك شعار واحد يحملنا هو أن نبني هذا اليمن الجديد بإذن الله تعالى. الحفل أقيم بالتزامن مع احتفالات بلادنا بأعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر وبحضور سفير اليمن لدى تركيا اللواء محمد صالح طريق وعدد من الضيوف وأبناء الجالية اليمنية الذين شاركوا الخريجين 86 فرحتهم. كما تخللت الحفل فقرات متنوعة كان أبرزها تكريم الخريجين، بالإضافة إلى معرض أخذ الحاضرين بتفاصيله البسيطة إلى أرضهم التي لم تغادرهم.